بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتكبراتشو تملكاتشو تشاتشن برقامي الحمد لله تقنى يتنال أسك أيامي بهاري وينم مساوي الأخلاق كمطفو بهاري يتنقاقر نبر بقدم ساعات يهلق ابن سلا أسكاري مطط يتنقاقر زاري ديمو አንደኛው መጥፎ ባህሪ ደግሞ ላሳውሳችሁ ነው። በተተና እንድታዳምጡኝ። ምንድነው ያ ኸያና የሚባለው ነው? ክዳት የሚባለው ነገር ማለት ነው። ክዳት ከባድ ወንጀል ነው። ክዳት በጣም መጠቀቅ የሚያስፈልገን የሆነ ነው። ኸያና ብሎ ማለት ላሉ ሄል ስትብዳዱ ቢማይ ወተመን እንሳኑ አለይ ሚነል አሟል ወአራድ ብሎ ሰውየው አደራ በተሰጠው ነገር ታማኝነት በተሰጠው ነገር በዛ ነገር የራስ አስመስሎ መጠቀም ማለት ነው። خيانة برومات يراس واس مصر ومتقم مالنو وهم هيت تفريطو في الامانة عدراب تسطو نبرت لاي عدراب تسطو نقر لاي لك مالف نو يلالو وهم مخالفة الحق حق مسعرنو احادين بمعطفات يلالو انه هي كرياتنو كريات ماج غربر كريات يبالا لهي مالنو الخيانة توات تفريطو في ما يوثمن الانسان عليه ونكدو الامانة خيانة برومات يتعمنو النقر ثويو በትክክል አለመወጣት ማለት ነው። በአደራ የተሰጠው ነገር ታማኝነት በታማኝነት የተሰጠው ነገር በታማኝነት የተሰጠው ነገር አለመወጣት ማለት ነው። ይሄ ኸያና የሚባለው ክዳት የሚባለው ማጭበርበርም ሊባል ይችላል፣ ገሽ ሊባል ይችላል። ቁርአን ውስጥ እንግዲህ ኸያና በብዙ መጥቷል። አንደኛ ወንጀል ለማለት መጥቷል፣ ማሲያ ለማለት መጥቷል። አሊመ አላሁ أنكم كنتم تختانون أنفسكم نفساتكم عندما تنجلوا تحوّقنا إلى الله ذلك تختانون أنفسكم بلو مات نفساتكم عندما تنجلوا مالتنا إلى الله تخونوا هذه المسرة بوانجل نفساتكم تخدي الله بوانجل وانجل بمسرة نفساتكم تخدي الله مالتنا إلى الله مفسروتكم ولتن يو نقضوا الأهدين أهدين ما أفرس مالتنا قرآن لي خيانة يالو كريات يالو أهدين ما أفرس لميلو مطوان لمثالي وإما تخافن من قومين خيانة كسوج كريات أهدين يفرسالو بلا بتفرع فانبذي له مالا سواء أنتم تعال الله أجو أهدي أجوون إلا الزلال لمثالي خيانة بلومات أهدي ما فرس مالنو سوستانيا ترك الأمانة أهون لالنبه تامان ينتن على موضعات لم يلوي مطال ولا تكون أهون لالنبه لرأسو مسمامه ولا تكون لخائننا لكدات يوج أتهون خصيما تقراكاري أتهون إلا እና ይሄም ታማኝነትን አለመወጣት ለሚለውም ይመጣል ኸያና የሚለው ማለት ነው። አራተኛ በዲን መክዲያት ያው ነው። ታማኝነትን አለመወጣት ነው ይሄም በዲን መክዲያት። ለምሳሌ ካነታት ሐታዲኒ ምን ኢባዲና ኢላል በእኛ ባሪያዎች በሁለት ባሪያዎቻችን ስር ነበሩ ሷሊሃይኒ ጥሩ ደጋግ የሆኑ ባሪያዎቻችን ነበሩ ፈኻነታውማ ሚስቶቻቸው ከዷቸው ኢላል ምንድነው የነቢ ሉጥና የነቢ ኑህ ምስቶች የከዱት በዲን ነው። በዲን ሌላ እምነት ተከታይ ነበሩ ማለት ነው፣ ወይንም ፋሲቆች ነበሩ ማለት ነው፣ ሷሊህ አልነበሩም ነው። እና እነዚህ ሁሉ በቁርአን ላይ በሄ መልኩ መጥተዋል። ሌላኛው አምስተኛው ዚና ለሚለው መጥቷል። ኸያና ያለው ያው ነው። ዚናም በክዳት ነው የሚገኘው። وان الله لا يهدي كيد الخائنين የሚለው የከዳተኞችን ከይድ አላህ አይመራም ብሎ ማለት የዝሙተኞችን ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ ተቀራራቢዎች ናቸው። ሁላቸውም እነዚህ ሁሉ ክዳት ወደሚለው የሚቀራረቡ ናቸው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ቁርአን ላይ ተዘክሯል ይሄ ክዳት የሚለው ማለት ነው። حكم ምንድነው ክዳት? አድገል ኢማሙ ዘሃቢ አልኸያነተ ሚነል ከባኢር ኢማሙ ዘሃቢ መክዳት ከትልቅ ወንጀል ነው ብሎ ቆጥረውታል። ለምን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያተ ሙናፊቅ ተላስ ብለዋል። የሙናፊቅ ምልክት 3 ነው ብለዋል። اذا حدث كذب سيوارا مواشت وإذا وعد أخلف قال سيقبان قالوا ما أطف
وإذا أتمنى خان تم بأمن السيسات أو مقديات بلو تنبروا نا يومنا في ملك نوصلالو كبار ونجلنو مقديات سوى تشنو عدي الأمانة بلو النبي صلى الله عليه وسلم تمنى نتن عدر الست إلى من يتمنك ودي تمنى ودي عدرا ودي ستة سوية ملس بلو ولا تخون من خانك سلك الجهة تقديم بلو سوى سلك الجهة أنت تقديم بلو تنبروا بزت ديال لو مكديات سوتش مكديات خيانة كبر وانجلنا هو بلوا الخيانة تلا اللذابي أبي حاطم في كل شيء فمن يوم نقدر أسك أيامنا سوتش مكديات أسك أيامي بحرنا وبعضها شر من بعض كفلوك كفلوكن كبد له المثال وليس من خانك في فلسين كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظيم عندي سنتيب ولا سنتيب عندي بره ولا تبر يكديها سو عندي شيء ولا شيء ببيتسبه لا يكديهن أهل كلهم حرام بهون عندي كديته مكبدنا عندي كديته مقلا وانجلوا لله يا المعنى كلهم جن كبارنا المثال بالا بيتني أتعلل سو قرا بيته فنو بالا بيتني أتعلل سو تلك كديتنا تلك خيانانا بزبر مكرياتنا تنشبر مكريات عندي أدلهم كلهم جن وانجلوا كبارنا ابن حجر هاي تميم يلالو في الأمانة يلالو تمانين نسلا مكديات كبار ونجلنا وديعة نسلا يا أسكم متدير تصدق هونا مياجو تتجبعي تصدق هونا ديمو بكرة يامت تهوك أكله نزه كله مكديات من كبائر الذنوب كثر الله ونجلنا يلالو تكبتلنا سويت مكديات كبار ونجلنا بتأم تنك عاجي مارك ياسفل قالنا نلال الله سبحانه وتعالى بقرآن من نلال إن الله يدافع عن الذين آمنوا إلى الله كان ذاك آمنوا سواج لا يكلاك لله شوال لنا إن الله الله لا يحب ويودم كل خوان كفور كجتان لا يحب ويودم كل خوان إمي كريانسو كفور كهاريونسو ويودم إلى الله سبحانه وتعالى كدياتن يوچن ايود بقى هي نوقو ان الله لا يحب كل خوان كدياتن يا كله الله ايود كفر كهادي يونه كله ايود الى الله سبحانه وتعالى ذران قصر الله من لال ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه لنذا كهاديوچ مثال يتدرجلاچو لال امراه نوح وامراه لوط يا لوطنا يا نوح مستوچ مثال يتدرجلاچو لال كانتا نبروا تاتا ابيني من بعدنا ከባሪያዎቻችን ስር ነበሩ የባሪያዎቻችን ምስቶች ነበሩ ሷሊሃይኒ የደጋ ገባሪያዎቻችን ምስቶች ነበሩ ይላል የኑህና የሉጥ ምስቶች ሉጥና ኑህ ደጋ ያላህ ባሪያ ናቸው ያላህ ነብይ ናቸው فخانتهما ባሮቻቸውን ከዷቸው ይላል فلم يغني عنهما من الله شيئا ኑህና ሉጥ ካላህ ቁጣት አላዲያኖቸውም ከርተዋቸው አለዋላ ካላህ ቁጣት አላዲያኖቸውም እንዛን ከዲያተኞች ይላል وقيل تبالا ادخلا غبو تبالا ينهن يالوت مست عنا رسات غبو تبلوال ما ادياخيلن اساكم يغبو سوج قال اسات غبو تبلوال ينهن يالوت مستوچ مكنياتهم نهن يالوتن كرتوالنا بمندين بامنت كرتوالنا كداتنيوچ اندزناچو بقى جهنم غبو تبلوال نز ينهن يالوت مستوچ سلاكدو مالن الالهن قصر الله من لال يا ايها الذين امنوا ان انت يمناج سوچوي لا تخونوا الله الله انا اتقدو والرسول ملائكتهاونم اتقدو وتخونوا اماناتكم تامنيتاچون تكدياللاچوها وانتم تعلمون اياوقاچو الى سلاذ الله انا يكديام بالله قال يتغباون رسولنا يكديام لرسول قال يتغباون يتغباون مالن وعلموا وقوا ان ما اموالكم غنزبوچاچو واولادكم لجوچاچو فتنه ناتچو الى مفتن يعني ناتشو وأن الله الله عند رسول زنديا أجر عظيم تلك من دي الله سلزه يا الله أن يا رسول عهد يتأبقوا عتكدوا إلى الله سبحانه وتعالى الإلهان قد لأي من إلال الله سبحانه وتعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق بتككر ولي أنت بحق كتاب قرآننا وردنا إلى الشوال لتحكم بين الناس بس هم هكال اندي تفرج بما أراك الله الله ذا سيخ عند التفرد ولا تكون عطهون للخائنين لكدياتن يوش عطهون خاصي ما تكرا كريتهون لكدياتن يوش إلى الشوال نبيك
نبياتنا عليه الصلاة والسلام لكدياتني كن ديات كراكر يلاچوا واستغفر الله اللهم رتيقه ان الله الله كان غفور رحيم مارنا ازاني هوننا ولا تجادل اتكراكر عن الذين يختانون انفسهم نفساتهم لميكدوا سوچ لمياتاللوا سوچ اتكراكر يلاچوا ان الله الله لا يحب ايودم من كان يهونن خوانا عظيما كدياتنيان وانجلنيان الله ايودم يستخفون من الناس كسوش الشغالوا ولا يستخفون من الله كالله غنا يششغم كدياتنيوچ كسول يششغو يشلال كالله غنا يششغم وهو معهم الله ابراچو نو اذ بيتنا سيماكرو ما لا يرضوا ما يودوا من يقولوا كنغغرا الله ما يودون سيماكرو لكريت وكان الله الله يهوننهم بما يعملون بمسر السرا محيطوا اكبابه يهوننوا الى ان كدياتنيوچ سوچ ليكدو يشلال الله غن مغريات ايچلون كالله مششغ ايچلون ككدسو مششغ يشلال يسون مرات يزو مششغ يشلال يسو حق يزو مطفات لي يشلال كالله غن مششغ ايچلو كالله مطفات ايچلو الله يامطاچ يلمو يتس يهونوا يقاماكن يتهير يادو يتيقال نبي عليه الصلاه والسلام منالو فيما رواه ابو هريره رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه آيات المنافق قالوا يا منافق ملكت قالوا ثلاثه ثلاثه نوع اذا حدث ساورا كذب مواشت واذا وعد قال سيغبا اخلف مطاس واذا اؤتمن تامن سيدرك خان مخديات سو امانه ستهو مخديات يهي يا منافق بحري نو بروال النبي عليه الصلاه والسلام انا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 على نبياتنا اربع نغروج من كنا فيه بوسط يتغني بسو كان منافقا خالصا نصح منافقا نصح منافقا يلالو اربع نغروج يتغني بسو نصح منافق ومن كانت فيه خصله منهن عند بار يلبسو دمو كانت فيه خصله من النفاق حتى يدي اسكال توادرس ينفاق با ملكت ينوربت ينفاق بحار ينوربتا كاراتو عندو يلبسو يمنافق بحار ينوربتا لالو እነዛ አራቶቹ ምንድናቸው ኻሊሶ ንጹህ ሙናፊቅ የሚያደርጉት እነማናቸው አንደኛው ኢዘቱ ሚነኻን ታማኝ ሲደረግ አደራ ሲሰጠው መካድ ወይዛ ሐደተ ከዘብ ሲያወራ መዋሸት ወይዛ አሐደ ገደር ቃል ሲገባ ቃሉን ማጠፍ መካድ መሰረዝ ወይዛ ኻሶመ ሲከራከር ደግሞ ፈጀር መወንጀል በወንጀል የሚከራከረው ኢዘቱ ሚነኻን አስቀምጥል የተባለውን መክዲያት ወይዛ ሐደተ ከደ ሲያወራ ወሸም መጨመር ወይዛ አሐደ ይሄን ሰጣለው ብሎ ቃል ሲገባ ገደር እንደገና ቃሉን ማጠፍ ወይዛ ኻሶመ ሲከራከር ደሞ ፈጀር በወንጀል መከራከሩ ይሄ አራቱ አሉ የሙናፊቅ ምልክት ነው ካልተዋው አራቶቹ ያሉበት ሰው ንጹህ ሙናፊቅ ነው አሉ ደሞ የተወሰኑ ያሉበት ሰው ያው በዛ ነው አህል ሙናፊቅ ነው ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله يلو نبرا من يلو نبرا اللهم إني أعوذ بك جتايا كان بانت تطبق عليه يلو نبرا الله من الجوع كراب راب كراب بانت تطبق عليه يلو نبرا فإنه راب بسبج نطفو عطانيانينو راب كيازه انقل فيا وشدين نطفو انقل عطانيانينو مات رابنو يلو نبرا وأعوذ بك كان تطبق عليه من الخيانة ككريات ክዲያተን አላህ እንዲያመጣብከ ክዲያት ፈኢና ክዲያት ቢሰቲ ቢጧና መጥፎ ጓደኛና መጥፎ የውስጥ ጓደኛና ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላሁ ሰላም ስለዚህ ራብ መጥፎ ነው ክዲያትም መጥፎ ነው ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላሁ ሰላም ዱአ አድርገዋል ነው ኩራን ተመካቾቻችን አፍታ አረፍታ አድርገን እንገናኛለን አስተውሉ ብዙ አትራቁ